أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من هذا البرنامج اليومي الحدث والذي نطوف من خلاله على أبرز الأحداث المحلية والعالمية على الساحة الرياضية. اليوم أعزائي المشاهدين سوف تكون أحداثنا المحلية هي محور حديث هذه الحلقة، وبالتأكيد أهم الأحداث هي استعدادات منتخبنا الوطني لخليج 22 وأيضا تكريم منتخب كرة اليد للصالة، بالإضافة إلى أنه سوف تكون لنا وقفة مع البطولة الكلاسيكية للغولف والتي اختتمت مؤخرا، كما سنعرج إلى بطولة 18 نوفمبر لكرة القدم، ومن ثم سننتقل إلى بطولة شجع مدرستك، وطبعا سوف يكون حوارنا مع الضيوف الموجودين لكل حدث. البداية مع المنتخب الوطني، حيث خفف الفرنسي بول لوغوين الحمل التدريبي على اللاعبين وركز على الجوانب الفنية والتكتيكية قبل 10 أيام من انطلاق دورة كأس الخليج 22 والتي ستقام في الرياض ابتداء من 13 نوفمبر الحالي. وأجرى المنتخب الوطني مناورة تكتيكية في ملعب شون البلاط السلطاني بالسيب، ركز من خلالها الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية والخططية التي سيلعب بها في مباراة اليمن المقرر لها يوم الجمعة المقبل. من جانب آخر، أجل الجهاز الفني إعلان قائمة المنتخب الوطني المسافرة إلى الرياض يوم 11 نوفمبر الحالي، وسيتم اختيار 23 لاعبا من 26 لاعبا. ومن جانب آخر، أجريت فحوصات طبية على اللاعب سامي الحسيني بعد إصابته بتمزق في عضلات الحوض، وسيخضع للتدريبات تحت إشراف الجهاز الطبي. يشارك معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية في منتدى الدوحة الرياضية الدولي في نسخته الثالثة خلال فترة من 3 وحتى 5 من نوفمبر الجاري، والذي يقام بدولة قطر. ويكتسب هذا المنتدى أهمية كبرى، حيث يشارك ويتحدث فيه مجموعة من القيادات والخبرات الرياضية، إضافة إلى أنه يمثل مكانة الرياضة في السياسة الوطنية للدولة. وسيلتقي معالي الشيخ على هامش المنتدى بمعالي صلاح غانم العلي وزير الشؤون ووزير الشباب والرياضة القطري، وذلك بهدف تبادل أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين. تأجلت انطلاقة كأس رابطة دوري المحترفين إلى إشعار آخر، حيث ظهرت على السطح مشكلة حقيقية وضعت رابطة الدوري في موقف صعب. وتتمثل هذه المشكلة في عدم وجود ملاعب لإقامة مباريات البطولة بعد اعتذار مجمع السلطان قابوس الرياضي واستاد السيب ومجمع صحار عن عدم إمكانية إقامة مباريات عليه خلال الفترة القادمة، نظرا لخضوع ملاعب هذه الاستادات للصيانة الدورية. تسديدة موجودة في المرمى، زياد يعيد مرة أخرى، ينجح في العودة في الكرة المرمى، يريدون أن يصلوا لعماد الحسني ويعقوب عبد الكريم الإسباني يتواجدان، يعقوب في أخطر الفرص، يعقوب يمر يعبر تلك ثقة وانسجام ممتاز، وهنا محاولة ماشي الفنجة، ممكن جول، ممكن جول، هذه جول 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 أول في المباراة. تستمر المحاولة للأمام، العوب هذه خطيرة، ممكن تعديل، ممكن التعديل، يا سلام، الجيد يبحث عن مساندة، صحب يغلق لكل المساحات، كرة الآن طويلة للأمام، هو أضعف الفرق أيضا دفاعا، هذه الكرة للأمام إلى داخل منطقة الجزاء، كرة منقولة فيها دربكة، فيها خطورة، فيها هدف، أول جول 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 جول. استقبال الغساني كان ليس بالاستقبال الجيد، وبالتالي الآن جول. الضربة والكرة تلعب بشكل قصير إلى باسم، باسم عرضية، هل يبدأ العرض؟ بالفعل الزعيم يبدأ العرض. نادي بوشر في حراسة المرمى، محمد الذيب، ولكن بعد هذه الكرة، كرة خطيرة خطيرة، الكرة الماضية، أوه جول.
خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية أمام نظيره البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في تجربته الودية الثانية في المباراة التي أقيمت على الملاعب الشاطئية التابعة للاتحاد البحريني لكرة القدم، وذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة في البطولة الأسيوية التي ستقام خلال فترة من 12 إلى 22 نوفمبر الحالي في مدينة بوكيت التايلندية. وتقدم المنتخب الوطني بهدفين في الشوط الثاني من المباراة عن طريق جلال وعبد الله البلوشي، ومع بداية الشوط الثالث سجل لاعب البحرين سيد أحمد عيسى هدفين سريعين مستغلا تراجع منتخبنا لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل بهدفين لهدفين. وفي الدقيقة الثانية من الشوط الإضافي سجل اللاعب جاسم الدوسري للبحرين هدف الانتصار من تسديدة أرضية على يسار الحارس. احتفل الاتحاد العماني لكرة اليد بالمنتخب الوطني لكرة اليد للصالات والذي حقق المركز السادس في دورة الألعاب الآسيوية والتي أقيمت بمدينة إنشون الكورية على المركز السادس. نتابع هذا التقرير. احتفل الاتحاد العماني لكرة اليد بالمنتخب الوطني لكرة اليد للصالات بعد النتائج الجيدة التي حققها المنتخب في مشاركته الأخيرة في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت بمدينة أنشون الكورية، وحصل من خلالها المنتخب على المركز السادس في الترتيب العام للمنتخبات الآسيوية، ويعد بدوره مركزا جيدا لم يتحقق مسبقا في ظل المنافسة القوية التي شهدتها البطولة وبعد غياب طويل للمنتخب الوطني للصالات عن المشاركات الآسيوية. يذكر أن منتخبنا قد لعب في منافسات دورة الألعاب الآسيوية ضمن أقوى المجموعات والتي ضمت بجواره منتخبات قطر صاحب الميدالية الذهبية في الدورة والمنتخب الإماراتي المتأهل إلى نهائيات كأس العالم والمنتخب الصيني، وتمكن المنتخب من الفوز على الصين والإمارات وتأهل إلى الدور الثاني، ولعب كذلك في مجموعة صعبة تمكن خلالها من الفوز على المنتخب الإيراني ثالث آسيا في النسخة الأخيرة والمتأهل إلى نهائيات كأس العالم، وبعدها خسر من المنتخب السعودي بسبب الإرهاق وضغط المباريات، وخسر لقائه الأخير أمام الكويت بسبب الإصابات والإرهاق ليحتل بذلك المركز السادس في الترتيب العام للدورة. سيارتي هي جزء من حياتي وجزء من عائلتي. نحن ندرب كل يوم في اليوم تقريبا 3 ساعات. بدأت ممارسة هذا الرياضة لما كان عمري 6 سنوات. أنا وأخوي علاقتنا جيدة إلى الحين ونشارك نفس الأشياء ونفس الهوايات مرات. ومرة واحدة يعني كانت بطولة المدارس نحن قبلنا المركز الأول. لازم أخصص وقت حق الدراسة ووقت حق رياضتي. الفرح، الحزن، السعادة، الغضب، مشاعر سنراها في المدرجات. الجمهور دائما على الفريق خسران او فايز. بعد الدور بعد الدور بعد الدور بعد الدور بعد لازم المدرب يتدخل في هذه الامور هذه. مشكورين. اصواتكم، مشاركتكم هنا في الاستوديو فقط في صدى الجماهير.
نجدد لكم تحية أيها الأحبة متابعينا عبر قناة عمان الرياضية. وفي هذا البرنامج الحدث اختتمت البطولة الكلاسيكية للجولف مسقط 2014، وذلك تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط بملعب الموج للجولف بالسيب التي انطلقت مؤخرا. وللحديث أكثر في هذا الموضوع ينضم معي هنا في هذا الاستوديو الفاضل حسن بن عبد الأمير شعبان، عضو في لجنة بطولة الجولف الكلاسيكية. أخوي حسن حياك الله. أهلا وسهلا، شرفنا. حياك الله، ماشي جديد عليك يعني، دائما نشوفك معنا. والله يبارك الله فيك، يعني هذا من كرمكم زايد. حياك الله، رحين أكيد نتشارك الحديث ونتشارك أيضا التفاصيل، ولكن بعد هذا التقرير. تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط اختتمت البطولة الكلاسيكية للغولف بملعب الموج للغولف بالسيب. فبعد 3 أيام من التحدي والإثارة ما بين المشاركين، وهي الجولة قبل الأخيرة من بطولة الاتحاد الأوروبية التي يرعاها البنك الوطني العماني، حيث قام معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط بتسليم كأس البطولة للفائز بالمركز الأول، وذلك بحضور معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية، وسعادة رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الشؤون الرياضية، وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية المختلفة والبنك الوطني العماني، حيث شارك في المنافسات 122 مشاركا من 22 دولة، والذين تنافسوا لبلوغ الدور الثاني والوصول للمراكز 45 الأولى التي تؤهلهم في دخول الجولة الختامية التي ستقام خلال الأيام المقبلة بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وحقق الإنجليزي ماكس أورين لقب البطولة الكلاسيكية للغولف مسقط 2014، والذي نال كأس البطولة، وجاء مواطنه جالسون بالمر في المركز الثاني، وجاء تشيكي مارك تولو في المركز الثالث. احنا كنا طبعا تحت الهواء في حوار بسيط مع الاستاذ حسن، وبالتاكيد التفاصيل راح تكون حاضره من خلال الحديث. وقدم لك تحيه اخوي حسن، حياك الله. شكرا جزيلا. حياك استاذ العزيز. خلنا نتكلم عن البطوله وما دار خلال هذه البطوله. ربما يمكن احنا تحت الهواء تكلمنا عن افضليه عن النسخه السابقه، لكن التفاصيل اكيد عندك. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حقيقه هذه النسخه الثانيه من بطوله البنك الوطني العماني للغولف الكلاسيكيه، وبدأنا هذا المشوار في العام الماضي، لأن الاستضافة راح تكون لمدة 3 سنوات وقابلة للتجديد. مع السنة الماضية. مع السنة الماضية وهذه السنة والسنة الجاية إن شاء الله. وإن شاء الله. إن شاء الله تمتد إلى سنوات قادمة. لا إن شاء الله، لأن الهدف منها حقيقة الهدف منها أكبر من هذا. الهدف منها أن نضع عمان في خارطة الرياضات المتميزة. لانه هذه البطوله هذه اللعبه ما هن لها شعبيتها مثل لعبه كره القدم، بس تسمى لعبه المشاهير ايضا. جدا جدا. وحقيقه اللي حضروا معي، يعني هذه السنه شاركوا معنا اكثر من 118 لاعب دولي ومن اكثر من 23 دوله. جميل. تخيل السلطنة. اذا كانت مفتوحه ساحة. جدا جدا. هذه طبعا ما مقتصره فقط في 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 السلطنه، لا هي ايش طريقتها. طبعا احنا بدينا في تاريخ 29. اول ما بدينا 29 كانت هي للهواء اللاعبين العمانيين، تقريبا عدد العمانيين كانوا مشاركين في الهواء 30 واحد من رجال اعمال اصحاب شركات. جميل. التحموا جميل. مع القطاعات الاخرى وبعض المحترفين كانوا موجودين. هذا اليوم اللي كان تحت رعايه صاحب السمو سيد كامل بن فهد ال سعيد، وبعدين تم تكريم اللعيبه تحت رعايه معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضيه. هاي 29. البطوله الاحترافيه بدت يوم 30 تاريخ 30 1 نوفمبر و2 نوفمبر. هذه البطوله اللي 118 لاعب عالمي شاركوا في البطوله. البطوله امتدت تقريبا مثلا 3 ايام من الساعه 6:30 تبدا المباريات للساعه تقريبا 4. عدد كفتره اولى عدد المشاركين مثل ما ذكرت فوق 118، 23 دوله. جميل. منقوله على 4 قنوات عالميه. يعني هذه البطوله في اكثر من 3 مليون منزل شاهد السلطنة. جميل. وجمال السلطنة. جميل جميل جميل. يعني أكثر من إنها رياضة تكون، أكثر من إنها مسابقة، أيضا من الجانب السياحي، من الجانب أيضا التعريفي. جدا. لذلك نحن أيضا يعني في لجنة تنظيمية، طبعا أود أن أشكر حقيقة اللجنة التنظيمية اللي ممثلين من وزارة الشؤون الرياضية، شرطة عمان السلطانية، وزارة السياحة، البلدية، الهيئة، الإذاعة والتلفزيون، وزارة الإعلام، أيضا عشان ما يعني هن 6-7 جهات موجودات عندنا اللي وقفوا معنا وقفة. فالوزارة السياحة أيضا استفادت
للترويج عن السلطنة. صحيح صحيح. يعني من وصولهم إلى من المطار إلى الفندق ويمروا بهذه المناطق الجميلة في مسقط الجميل هذه حقيقة كثير منهم يعني هي كان في برامج مصاحبة أستاذ حسن. نحن طبعا سوينا من خلال طبعا هم قال لهم هم أصلا بطولة جدا مكثفة لكن يكفي إن هم كانوا يمروا على المناطق اللي هي الموجودة. أيضا في إعلاميين يعني وزارة الإعلام والهيئة ما قصروا معانا يعني الإعلاميين زاروا بعض الأماكن اللي هي أخذوا نوع من شعور طيب عن جمال السلطنة. الأجمل من هذا يونس اللي إنه السنة الماضية 80% من المشاركين أول مرة يجوا إلى السلطنة مع أن عمان هي المحطة رقم 26 لهذه البطولة يعني قبلها كانت الصين والحين هم في دولة مجاورة أخرى. هذه السنة بدأوا الناس يتكلموا عن عمان بشكل أكثر ومثل ما شفنا التقرير اللي عرض يعني حقيقة لاحظ هناك الجانب العائلي أيضا يعني هناك عوائل عمانية اللي هي تهتم بهذه البطولة. جميل جميل. أيضا اللاعبين من هم يتابعون لأن في لاعبين من مختلف الدول العالم صحيح يعني صحيح. اللي فاز فيها هذه المرة كان بريطاني وحقيقة جائزة كانت طيبة يعني حصل 52 ألف يورو ما شاء كجائزة مجموع الجوائز تقريبا 350 ألف جوائزها دائما الجولف جوائزها كبيرة جدا وحقيقة هي تستقطب الاستثمار أيضا يعني يكفي أنه لما تقول 3 مليون منزل في مختلف دول العالم طبعا. شاهدوا السلطنة وشاهدوا هذا الملعب الجميل أيضا يعني. جميل جميل جميل. الدعوات اللي راحت بالنسبة لمشاركة العدد الكبير هذا هل هي دعوات مفتوحة وانتقاء من قبل اللجنة بالنسبة يعني هي اليوم الأول كان طبعا مفتوح يعني من خلال وسائل الإعلام كلهم طبعا وجهنا دعوات وكانت في كثير من جميع القنوات الإعلامية المقروءة المسموعة المرئية إنه نحن كنا نحث الأسر العمانية والشباب العماني إنه يجوا يلتقوا ويشوف هذه فرصة نادرة صحيح. الأيام الثلاث الباقية كانت طبعا دعوات لأن هي البطولة الاحترافية كانت موجهة لمؤسسات الحكومية والشركات لكن يوم الجمعة ويوم السبت كان عندنا قرية مفتوحة فيها الأطفال يجوا يمرحوا ويمارسوا اللعبة مع بعض التقنيات يعني حاولنا إنه ندمج بين البطولة وبين الجو العائلي صحيح تربط العائلة مع جدا نعم. وشاركوا معنا أيضا الفرقة الموسيقية من سلاح الجو حقيقة عزوا معزوفات القرب نعم. كانت بالنسبة لهم شيء غريب لأنه كثير منهم أول مرة يشوف هذا الجمال نعم. يعني. البعض يمكن يتساءل أستاذ حسن من يمول هذه البطولة مثل ما ذكرت لي أنت 52 ألف هي جائزة الأول أو بطل من يمول هو حقيقة طبعا الرعاية الأولى هي البنك الوطني أخذنا على عاتقنا لأن شفنا أن الرياضات الأخرى الحمد لله حظيت بنوع من رعاية وإشراف هذه البطولة اللي هي تستقطب شريحة معينة من المجتمع يعني فالبنك الوطني هو اللي يتكفل بالرعاية لكن أيضا دعينا وصلت إلى كم أستاذ حسن تقريبا الجوائز نقدر نأخذ الرقم يعني جوائز تقريبا أنت كمسؤول يعني كمدير عام أيضا زين يمكن ربما ما تحب تتكلم على الأرقام ولكن أيضا من نوع أيضا بعض المؤسسات ممكن أيضا تنظر في أنها يعني تكون أيضا شريك في تكلفة كل مرحلة ما أقل من ربع مليون ريال عماني ونحن نعتبر هذه مساهمة بسيطة في هذا البلد يعني لكن الحمد لله دخلوا معنا شركاء هذه السنة دخل معنا شريك الاستراتيجي كان طيران العماني وأيضا طبعا مجموعة شركات شنغريلا والجنيبي للسيارات وأيضا شركة الموج وقنوات إعلامية مختلفة إذا توسعت جدا جدا لأنه بدأ الناس يستوعبوا أنه يعني إذا تريد تروج لمنتج أو تروج لفكرة في محفل رياضي مثل هذا في حقيقة هي فرصة قد ما تجيك مرة ثانية نعم أستاذ حسن يمكن البعض اللي تابعنا الحين ربما في المستقبل أو في النسخة القادمة يحب يشارك هل هي عن طريق موقع أو عن طريق اللجنة أو عن طريق بالنسبة للمشاركة في بطولة الهواء طبعا عندنا موقع NBO Golf يعني موجود هذا ممكن اللعيبة يسجلوا من الحين ونحن على فكرة للنسخة القادمة نسخة في 2015 إيه 2015 هذه بالنسبة للهواء طبعا الاحترافية خلاص أمور هاي لكن النقطة اللي حبيت أركز عليها نحن السنة الماضية كان هدفنا إنه أيضا نشجع الشباب العماني يدخلوا الإنجاز اللي تحقق هذه السنة إنه 3 من لعيبة المنتخب العماني شاركوا مع المحترفين جميل جميل. تجربة بالنسبة لهم عادة اللجنة الأوروبية ما تسمح إلا بلاعب واحد بس استثناء لعمان وبناء على شوية يعني قلنا لهم كرعاة نحن نريد إنه هدفنا نحقق إن نشوف شباب عمانيين
يوصلوا إلى هذا المستوى ويلعبوا مع هاللعيبة. صحيح، احتكاك احتكاك جداً مع خبرات ولاعبين كبار جدا، هذا يعطيهم الثقة، وأيضا في نفس الوقت هم يعرفوا نفسهم وين. صحيح صحيح، وأعتقد أنه التجربة اللي يعني نحن نسمعها أنه الحمد لله كان في يعني تعلموا أشياء جديدة، لأن تعرف أنت الجانب الاحترافي في هذه اللعبة يكسبك أصلا خبرة جديدة يعني. وأيضا الملاحظات الجميلة اللي نحن حقيقة استلمناها من كثير من الحضور، في حقيقة إعلامي أوروبي برتغالي قال تم اكتشاف منجم جميل للعبة الجولف. يا عمر جميل جميل، هذه وحدها شهادة من هدف. صحيح هذه حقنا أنه الجميع يتكلم عن عمان، الضيافة العمانية، لأن جميع اللاعبين المشاركين يقولوا يعني إحنا نشارك في البطولات دائما ترعانا شركات. صحيح، هنا من استقبلنا عماني، من وصلنا عماني، الفندق في عمانيين، من يقوم بمساعدتنا العمانيين. جميل، كادر يعني وطني. هذا أيضا شهادة أخرى. صحيح، هدف منها، لأن ما كل البطولات اللي نحن نرعاها بهدف المادي بالضبط، إنما نريد أن نضع عمان في خارطة. وطبعا حصلنا الدعم الكبير من جانب الحكومي، وأتمنى، وحاليا نحن نعمل مع نادي الموج، إنه لأن عندنا المدير البطولة اسمه ديفيد، هذا الحين راح يشتغل مع نادي الموج للدخول إلى بعض المدارس. نعم، المدارس اللي يستقطبوا العمانيين، الشباب العماني انه يمارس وندربهم، واتمنى ان نشوفهم ان شاء الله نجوم في المستقبل. جميل، واتوقع ايضا في عضويه، ممكن الشخص يعمل عضويه اذا حب يمارس اللعب. طبعا في عضويه في نادي الموج، لكن هذا ان شاء الله نحن راح ندربهم، راح يكونوا منتقاين بطريقه بحيث انه البنك الوطني يعملها من ناحيه مسؤوليه اجتماعيه. جميل، انه نساهمها كمجانب. جميل، جهودكم واضحه وجميله، واكيد ان البنك الوطني وانتم ايضا مثل هذه البطولات اكيد انها فقط ما تنظروا لها لربح مادي، وانما هي ايضا لنظره كبيره من ناحيه ايضا اوجه السلطنه وعالم السلطنه. نعم، واكتشافها. يلا اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. عندك اضافه قبل؟ شكرا جزيلا، بس نطول معك، لكن ما شاء الله. لا ما يعني اعطيتنا التفاصيل. الله يسلم، يعني نحن حقيقه انا دائما اريد استغل هذا المنبر، الجميع اللي يتابعوا، انه اوجه كلمه شكر لجميع من وقفوا معنا. ما كنا نقدر نحقق هذا الانجاز لولا وقوفهم، وايضا اتمنى من الشباب العمانيين والشابات ان هم الدوره الجايه يكون عددهم اكبر، لانه هذا هو الهدف. السنه الماضيه كم الرقم كان؟ العدد المشاركين من الهواء كانوا 18، هذه السنه صار 30. حلو، من الاحترافيين قريب الضعف يعني. لا الحمد لله الحمد لله، ويعني هذا اعتقد يثلج الصدر لما نشوف العمانيين مشاركين بشكل كبير، يعني لانه هذا يروج للسلطنه، يتحدثون وهذا، فهذه أهداف نحن الحمد لله. صحيح، وفرصة أيضا لاكتشاف خامات جديدة أيضا جدا تنضم للمنتخب الوطني. جدا يعني جدا، حقيقة اللعيبة اللي شاركوا معنا ما شاء الله عليهم الحين يعني متطلعين إلى البطولة القادمة اللي راح ننظمها إن شاء الله. أتمنى لكم توفيق إن شاء الله. الأستاذ حسن بن عبد الأمير شعبان، عضو في لجنة بطولة الجولف الكلاسيكي ومدير عام أيضا بالبنك الوطني، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ حسن، احنا سعيدين يعني. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شكرا حسنتو. إلى فاصل ونواصل.
سيارتي هي جزء من حياتي وجزء من عائلتي. نحن نتدرب كل يوم في اليوم تقريبا 3 ساعات. بدأت ممارسة هذا الرياضة لما كان عمري 6 سنوات. أنا وأخوي علاقتنا جيدة إلى الحين، ونشارك نفس الأشياء ونفس الهوايات مرات. ومرة واحدة يعني كانت بطولة المدارس، نحن جبنا المركز الأول. لازم أخصص وقت حق الدراسة ووقت حق رياضتي. بطولة 18 نوفمبر لكرة القدم بتنظيم منتدى السبلة العمانية، البطولة التي تقام تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 44 المجيد، حيث تنطلق البطولة يوم 14 نوفمبر وتختتم بالنهاية يوم 17 نوفمبر. معنا هنا في استوديو الحدث أخونا محمد بن سالم العلوي، المشرف العام لبطولة 18 نوفمبر لكرة القدم، وناجي بن خلفان الحبسي، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة 18 نوفمبر أيضا لكرة القدم. حياكم الله أخواني. حياك محمد. حياك ناجي. مرحبا وسهلا. شرفتونا. بارك الله فيك. حياكم الله. طيب احنا ربما نتكلم عن تفاصيل سابقة. السنة الماضية كانت حاضرة أتوقع البطولة محمد. نعم، انطلقت البطولة في السنة الماضية في النسخة الأولى. كانت هي كبداية لسنوات قادمة لتنظيم نفس البطولة، بس إن شاء الله بفكر أوسع يعني. نعم. الحمد لله البطولة الماضية بجهود الشباب متعاونين معنا، بجهود الأخوة في منتدى السبلة العمانية على رأس الأستاذ يوسف ندابي، نجحت البطولة بشهادة الفرق المشاركة، ما بشهادتنا نحن، بشهادة الفرق المشاركة، والحمد لله يعني عدت على خير. والفرق المشاركة بنفسها يعني حبت أن استعاد البطولة. نعم. بنفس تاريخ 18 نوفمبر. نعم. ناقي نشاطكم ملحوظ، السبلة العمانية ما شاء الله متألقين دائما في الأعضاء وفي الرقي أيضا في كل التفاصيل الرياضية. خلينا نتكلم عن بطولة هذا العام، استقطاب لمن بالتحديد وأيضا دعوات لمن في المشاركة طبعا، أو كانت مفتوحة هي المشاركة في البداية؟ نحن وجهنا دعوات للقاريات العربية وكذلك مؤسسات. السنة الماضية ما أتوقع كان في. السنة الماضية كانت نسختها الأولى كانت مفتوحة للفرق الأهلية سواء أي فريق، بس هذا النسخة أعطينا مجال للقاليات والمؤسسات، فرق مؤسسات القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وعلى أساس إنه يشاركوا معنا في هذا الحدث، كون إن البطولة بمسماها حدث كبير وحبينا نتيح الفرصة لهم. في البداية ما استقبلنا مشاركات الفرق الأهلية، أعطينا مجال لهذه المؤسسات والجاليات، بعدين إذا لما اكتفينا منهم هذيلا فتحنا مجال الفرق الأهلية، والحمد لله رب العالمين شاهدنا استقطاب كثير من الفرق الأهلية وشاركت معنا. وأمس كان موعد القرعة وأقلينا القرعة واجتمعنا بممثلي الفرق المشاركة، والحمد لله بتبدأ راح تبدأ البطولة يعني تاريخ 14 نوفمبر يوم الجمعة. جميل. إن شاء الله. والبطولة ستقام إن شاء الله في ملعب بوشهر الأولمبي. ما قصر جزاه الله خير رئيس نادي بوشهر. السنة الماضية كان فين؟ نفس الملعب. نفس الملعب. إيه نعم. رئيس نادي بوشهر الشيخ سيف الخليلي ما قصر تعاون معنا، وتاح لنا الفرصة بإقامة البطولة. جميل، وهي مناسبة وطنية يعني. إيه نعم. بغض النظر هي بطولة كروية. وللنسخة الثانية على التوالي نقيمة في ملعب بوشهر الأولمبي. جميل. محمد السنة الماضية ما كان في رعاة، السنة الماضية السنة هذه أشوف الله. ما شاء الله يعني. والله السنة الماضية لأنه الفكرة كانت سريعة يعني. فما حصلنا تجاوب من شركات الراعي لأن تأخرنا عليها. نعم. لكن هذا السنة كان تنظيم قبل رسائل ودعوات موجهة للشركات، وصراحة التجاوب كان يعني بشكل يعني صراحة طيب كثير. منهم أول ما نقولهم من البطولة خاصة ب 18 نوفمبر والعيد الوطني ما شاء الله عليهم يعني. ما قصروا. نعم. الحوسني الحلوى العمانية. الحسن كل تحية طبعاً. نعم، نوجه لهم التحية. نعم. عبر البرنامج القناة الرياضية برنامج الحدث، إنهم رعونا بالحلوى العمانية، حلوى خاصة يعني. هذا خاص لطاقم الحدث؟ لا هذا خاص خلاص. عشان ما تشيلوا معاكم. لا دام وصل خلاص. هذا شوف. جميل. هذا يكون نفسي بخصوص العيد الوطني. في شركات تحتفل بالعيد الوطني. نعم. داخله حلوى. يعني نطيح على فناقين فناقين. لا الفناقين ثابتات يعني. جميل. هذا طاقم حلو يعني. نعم. على شكل خنجر وبداخله حلوة وفناجين، طقم يعني كامل. نعم.
أيوة. طقم كامل مع الفناجين ها مع المناشف مع ها الملاعب خلاص بس جاهز كل الامور اي لا لا جاهز هذه نفشي عينات فيها شعار العيد الوطني جميل مصغره هذا بعد للحوسني هذا الحوسني نعم نعم الحوسني وبعد ما قصروا عملوا شعار العيد الوطني اي نعم شعار العيد الوطني الرابع والاربعين نعم جميل جميل خلينا نفتحها مره واحده هناك لا لا ما تبقى بعد البرنامج احسن يعني طيب في عطر ايضا بهذه المناسبه نعم هذا العطر كان خصيصا للعيد الوطني 18 نوفمبر صناعه بيدي عمانيه يعني جميل عطر 18 نوفمبر جميل في شعار العيد الوطني نعم كان خصيصا ل 18 متعلق للعطور نعم هذه بهذه المناسبه نعم نعم نوجه لهم تحيه طبعا المتعلق هم راعين ايضا المشاركين نعم. ومساهمين المتعلق وشركات راعيه ثانيه يعني جميل نعم. جميل طيب كم عدد الفرق عندك السنه والله الفرق حمد. 16 فريق 16 فريق نعم. خلاص قسمتوه مثل ما قال ناقي الى مجموعات اتوقع نفس نظام النسخه الاولى 16 فريق بس البطوله بالنظام خروج مغلوب من مباراة واحدة طبعا مباراة يعني مباريات خروج مغلوب دائما حساسة يعني انت فخسران وخلاص يعني بتخرج يعني لازم تكون حساس الفريق هذا صحيح. يكون متنرفز وكذا بس نريد نتمنى من فرق المشاركة هي بغض تعاون معنا صحيح يعني تعاون لان هي تقديرا لاسم البطولة يعني بالضبط ايوه البطولة هذه الثانية على التوالي بنظام خروج مغلوب 16 نوفمبر 18 نوفمبر 16 فريق بس نحن نتمنى والبطولة الثانية الثالثة إن شاء الله تكون أوسع من خلال يمكن تكون دور مجموعات نعم. بتكون بدور أفضل يعني عن بس السنة أكثر عدد من الفرق السنة الماضية لا نفس العدد نفس العدد 16 ولا أنتوا حاطين إنه 16 على أساس إنه تكون مجموعات وبعدين أيوة يكون شوي نظام أسهل عملوا مثل كأس العالم 32 32 بطولة بسيطة خروج مغلوب من 4 أيام فقط نعم يمكن أنتوا أيضا محكورين بعملية أيضا الملعب أتوقع فترة نعم هذا أهم شيء يعني حجوزات الملعب و توقيت المباريات يعني صعب كثير نحن لفينا ملاعب مسقط كلها صراحه ما حصلنا تجاوب الا من الاخوه في نادي بوشر يعني جميل جميل ربما يمكن تتوسع ايضا الفكره السنه الماضيه واجهت بعض الصعوبات لكن السنه ايضا ربما يمكن كان في تجاوب السنه القادمه ان شاء الله بتكون افضل بكثير يعني من الهب طيب بالنسبه للمنتديات بالنسبه لهذا ايضا مشاركين او فقط السبله العمانيه اللي هم لا بس السبله العمانيه موجودين هذه السنه ان شاء الله السبله ناويه على الكاس على حسب تصريح مدرب فريق السبله الكوتش مرزوق ناوي ان شاء الله ياخذوا الكاس من مع انه في فرق اهليه مشاركه وفي فرق من الوزارات لكن ان شاء الله تكون مناسبه شريفه واهمها ان انتم ملحين على انت التحدي اكيد نعلن التحدي لازم نعلن التحدي احنا ما خبرتونا بنسوي فريق قناه عمان رياضيه والله السنه الماضيه كان مشاركين فريق من التلفزيون شاركوا معنا جميل جوائز حددت جوائز للفرق المشاركة وفي رسوم أيضا طلبت من الفرق في رسوم رمزية بسيطة يعني. جائزة المركز الأول راح تحدد لاحقا لكن المتألق للعطور نفس الشيء بيمنح المركز الأول عطر 18 نوفمبر لكل لاعب وإداري لكل فريق جميل. أي نعم ناقي في عندك إضافات بالنسبة للبطولة أنت ما شاء الله ماسك على الشروط وعلى الأمور هذا الله يعينهم يعني المشاركين ما قصر محمد اعطاكم كل حاجه بس الشركات الراعيه طبعا ما ذكرناها نوجه شكر كبير للشركات اللي وقفت معانا وكانت في الرعايه يعني اللي هي الشبيبه والنهدي للعقارات والمتألق للعطور ذكرناه ما شاء الله يعني شفتوا العطر كيف والحلوى من الحوسني الحلوى العمانيه كذلك نادي بوشر يعني تجاوبوا معنا للسنه للنسخه الثانيه على التوالي يعني تجاوبوا معنا ما شاء الله عليهم يعني خاصه انا اوجه الشكر للشيخ سيف الخليلي نعم وشركه عمال للمرطبات هذه بعض الصور اللي موجوده على الشاشه الحين شركه عمال للمرطبات نعم. كذلك والطيران العماني وان شاء الله ناقي هذا من العام الماضي هذه الصور لقطات من العام الماضي اي نعم هذا من التكريم كان جميل نفس الملعب اللي راح يستضيف هنا نعم نفس الملعب حكام حصلت حكام هذا الحكم نوجه له تحيه للاخ محمد رواحي هو حكم درجه اولى يعني نعم ونفس الشيء يعني تساعد معنا بنفسه يعني هو ما
ما فكر المادية. نفس الشيء عرف أنه 18 نوفمبر قال أنا ما أريد عليكم شيء، أريد أجي وأشارككم في هذه البطولة. جميل جميل جميل. نعم. وأكيد أن أيضا قناة عمان الرياضية حاضرة بالحدث وبالبرامج المختلفة، أكيد أنها راح تتواكب مع هذه أيضا البطولة بالتأكيد، لأنها بطولة غالية على الجميع في هذه المناسبة الغالية. والله يحفظ مولانا جلالة السلطان ويديم له الصحة والعافية بإذن الله. عندكم إضافات أخوي محمد قبل والله ما في ختام الحفل؟ نوجه دعوة لكافة المشاهدين الكرام، ننتظرهم تاريخ 14 البداية و17 خلوهم من البداية بدي معاك خلاص، ننتظرهم ولا في النهاية بس تريدون؟ لا ننتظرهم من البداية، لكن في النهاية بيكون في يمكن ما يوصل السبلة في النهاية. حتى لو ما وصل السبلة أهم شيء الجمهور يحضر يعني. صحيح، لأنه بتكون في في مفاجآت مثلا الجمهور الحاضر يعني. نعم، هذا يعني هذا الشعار، هذا شعار البطولة. شعار البطولة نعم. أي نعم، شعار البطولة. الله يحفظ مولانا جلال السلطان ويديمه بالصحة والعافية. هي طبعا البطولة خروج مغلوب فيها من 16 فريق، بس راح تكون تكريم لجميع الفرق. نعم، راح تشهد اليوم الأخير إن شاء الله كهدايا رمزية. نعم إن شاء الله. فهذا من غير يعني بطولة يعني استثنائية، يعني ما بطولة بمسماها لازم نكون نضيف حاجة فيها يعني. صحيح. تكريم جميع الفرق المشاركة، جزاهم الله خير تعاونوا معنا. نعم. وشاركوا في البطولة، لذلك حبينا نعطيهم كهدية تذكارية بمشاركتهم في هذا البطولة إن شاء الله. ما خلاص خروج المخروج خروج المغلوب وخلاص يعني، لازم نكرمهم، لازم نعطيهم إضافات زينة في البطولة يعني. جميل جميل، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ونشاطكم في السبلة العمانية. محمد ناقي كلكم جميع الأعضاء ما شاء الله نشاطكم جميل ملحوظ وراقين أيضا في الأحاديث وراقين أيضا. تسلم. شكرا على استضافتكم أيضا لخلال الفترة الماضية. العفو العفو، شرفنا في السبلة. الله يشرف مقدارك إن شاء الله. شكرا لك محمد، وجه شكر لكم جميع الطاقم العمل الموجودين في تلفزيون صدى عمان وبرنامج الحدث على هذا الاستضافه اللي تعطينا نحن حافز ايضا. احنا منكم واليكم يعني. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. اي، وممكن نعزمكم على القهوه، قهوه الحوسني بعد شوي. الله يخليكم. حياكم الله. اذا متواصل معكم ايها الاحبه متابعينا عبر الحدث، فاصل ونواصل. الفرح، الحزن، السعادة، الغضب، مشاعر سنراها في المدرجات. الجمهور دائم مع الفريق خسران أو فايز. بعد الدور، بعد الدور، بعد الدور، بعد الدور، بعد الدور. لازم المدرب يتدخل في هذه الأمور هذه. مشكورين. أصواتكم، مشاركتكم هنا في الأستوديو. فقط في صدى الجماهير. We'll be right back.
احتضنت الصالة الرئيسية لمجمع سلطان قابوس الرياضي ببوشر حفل افتتاح أو حفل ختام بطولة شجع مدرستك للمعلمين تحت رعاية المكرم صالح بن سالم البوسعيدي عضو مجلس الدولة. يسرني أن أرحب معي هنا في هذا الاستوديو بالفاضل محمد بن سعيد البلوشي نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة شجع مدرستك. حياك الله. حياك. مرحبا وسهلا. نشاط جميل ورائع بالأمس، وخاصة النجوم اللي حضروا وايضا الفقرات الجميله البسيطه اللي كانت معبره عن كثير من الرسائل. الحمد لله اهلنا توفقنا بحفل الافتتاح، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا نكمل الدوره على خير ان شاء الله. جميل جميل. نروح الى تقرير ونبدا الحوار عما دار خلال الامسيه الجميله التي شهدنا ايضا الحضور من خلال هذه الاحتفاليه الجميله. احتضنت الصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر حفل افتتاح بطولة شجع مدرستك مع جوتن للمعلمين تحت رعاية المكرم صالح بن سالم البوسعيدي عضو مجلس الدولة. البطولة تأتي بتنظيم مدرسة أحمد بن النعمان الكعبي للتعليم الأساسي من الخامس إلى العاشر وبدعم من شركة أصباغ جوتن، يتنافس فيها 16 فريقا يمثلون عددا من مدارس ولاية السيب. بداية نشكر مدرسة أحمد بن النعمان الكعبي على تنظيم هذه الفعالية، والتي من شأنها طبعا يعني إضفاء نوع من المرح والتسلية ورفع الروح المعنوية للمعلمين، وكذلك يعني إيجاد طرق للتعاون بين المعلمين مختلف المدارس في ولاية السيب. حقيقة جاء إقامة البطولة وترجمة حقيقية لبرنامج التواصل بين المجتمع المحلي والمدرسة. حاولنا نشرك القطاع الخاص وما قصروا شركة جوتن معانا جزاهم الله خير، كانوا قدموا الدعم الكامل وأبدوا استعدادهم أول ما طرحنا عليهم الفكرة. الفكرة إقامة البطولة هي مشاركة جميع فرق ذكور في مدارس ولاية السيب. قامت بطولة مدتها تقريبا شهر، نوع من التنافس نكسر فيها الروتين، وكما يقال يعني نخلق جو من المنافسة. كما أن الحفل شهد مباراة استعراضية جمعت بعض نجوم المنتخب الوطني القدامى بمنتخب السيب، وقد انتهت المباراة بفوز منتخب السيب بثلاثية مقابل هدفين. شيء طيب وشيء جيد أن نتواجد مع المجتمع، وهذا يعني بالنسبة لنا احنا كلاعبين منتخب سابقين احنا نحتاج مثل الأشياء هذه على أساس نعيش مع المجتمع ونساعد في تطور أي شيء، يعني احنا تحت أمر أي شيء، يعني اللي تأمروا فيه احنا دائما حاضرين في كل وقت يعني. ويأتي دعم شركة أصباغ جوتن تعزيزا لدور القطاع الخاص في خدمة المجتمع ودعم الأنشطة الشبابية في مختلف مجالاتها. هذه مش أول مرة حقيقة نحن ندعم الأنشطة الرياضية في السلطنة، عندنا أكثر من مشاركة سابقة غطينا فيها مناطق مختلفة من السلطنة. نعتبر هذه المشاركة اليوم بصورة شوي أكبر، بحيث أنها كانت منافسة شديدة ما بين أحد المدارس والمنتخب الوطني لكرة القدم، ولكن أطالب حقيقة أنه يكون دعم أكثر من الشركات في القطاع الخاص للقطاع الحكومي أو الفئة الرياضية في السلطنة. بطولة شجع مدرستك مع جوتن للمعلمين انطلقت وعلى مدى شهر من الزمان تتنافس فيها المدارس المشاركة رغبة وطمعا في تحقيق المراكز المتقدمة، فلمن الانتصار؟ يمكن نبدأ من وين زميلنا تساءل راشد الشيذاني، لمن الانتصار في هذه المناسبة؟ للفريق المجتهد أكيد. نعم. المنافسة لا شك أنها قوية. 16 مدرسة مع شوية. الدوري يمتد لمدة شهر من 9-11 تبدأ أول مباراة. طبعا يكون المباريات في ملعب جالكسي في الحيل. نعم.
بواقع يومي من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء ما عدا الخميس والجمعة والسبت يكون راحة. الساعة 7 تبدأ المباراة الأولى، المباراة الثانية تبدأ بعد انتهاء المباراة الأولى طبعاً من الساعة 8، واقع ساعة لكل مباراة. وأتمنى الجميع أنه يجتهد في نعم هي النسخة الأولى أخوي محمد، النسخة الأولى، وأكيد أنه أيضاً ربما النسخة الأولى أخذت تجارب كثيرة وأيضا كانت رسائل أيضا موصلة إلى جهات معينة، ولكن الأهم هو هذا التجمع الطلابي، الرسائل الجميلة اللي كانت حاضرة في الحفل والرسائل الجميلة اللي كانت أيضا من خلال هذا المهرجان. أكيد إحنا لو فسرنا الشعار شجع مدرستك فله هدف تربوي جدا مهم، اللي هو إيجاد الحلقة المفقودة في انتماء الطالب لمدرسته ولمعلمه، بما أن الكرة هي معشوقة الجماهير فركزنا عليها بالضبط أساس أنها تجذب الطالب إلى أن إعادة انتماء أو حبه لمدرسته ولمعلمينه وتشجيع لمعلمينه. نعم. فشيء طبيعي أنه بيكون هناك ترابط وتواثق ما بين هذا الطالب. حاليا أنتوا عملتوه على مستوى ولاية السيب. نعم. ودائما جهودكم في ولاية السيب أو في منطقة والله الفكرة قبل كانت على مستوى مسقط، ولكن بما أنه كان أول تنظيم واختصرتوا على أساس تشوفوا أيضا السلبيات الإيجابية. بالضبط بالضبط بالضبط. طيب المشاركات بالنسبة للمدارس هل هي مفتوحة أو أنه يعني تنتقوا مدارس معينة على أساس أنها تشارك أو أعمار معينة أيضا؟ قدمنا دعوة لجميع المدارس، فقط كان الاشتراط بعدد اللاعبين اللي يكونوا منهم، والاشتراط الآخر أنه يكون المعلمين من نفس المدرسة كفريق للمدرسة مع أنه يكون من الخارج. والحمد لله حصلنا قبول من معظم المدارس، وعدد 16 مدرسة ما بسيط، مع العلم أن احنا نتمنى كان أن يكون فيه أعداد إضافية للمشاركة. إذن هي مفتوحة يعني؟ هي مفتوحة نعم. لكن في الجانب الآخر أيضا تنظر إلى أيضا الإمكانيات المقدمة أنك تفتح أيضا بطولة أكثر من العدد الحالي، أكيد أنه يحتاج إلى موازنة، يحتاج إلى مبالغ، إلى تكاليف إضافية. هناك لابد أن يكون التنظيم أوسع من مجرد تنظيم مدرسة فقط، ومن هنا تكون الرسالة للجهات المعنية هنا تتدخل في مثل هذه الأمور. نعم جوتن الراعي، وأكيد أنه قدم أيضا كثير من الامتيازات في هذه البطولة، وأنا شخصيا شاهدت الأمسية الافتتاح. الافتتاح والختام أيضا كان معك. نعم. طبعا كل الشكر لشركة جوتن، حقيقة دعمها كان لا محدود والدعم لا زال متواصل. طبعا هناك مبالغ مادية للمراكز الفائزة في آخر الدوري، المركز الأول 600 ريال وكأس وميداليات، أيضا المركز الثاني تقريبا 400 ريال، والمركز الثالث 200 ريال مع وجود الكؤوس والميداليات. أيضا في كل مباراة أفضل لاعب له جائزة مادية، وفي آخر الدوري أيضا هناك جوائز بالنسبة لأفضل لاعب على مستوى الدوري ككل، وأفضل حارس وأفضل حتى. نعم للنظرة الفنية أيضا ممكن تنتقوا لاعبين من خلال هذه البطولة طبعا في هدف أيضا تم انتقاء بالنسبة للمباراة الاستعراضية. تم انتقاء نخبة من المعلمين بالنسبة للمدارس، طبعا أنت كنت مشارك أستاذ يونس وفزت علينا. طبعا نذكر بأن كثير من النجوم كانوا حاضرين من خلال الأمسية، بدل الميمني، سعيد الشون، وأحمد البوصافي، وأسماء جميلة كانت حاضرة أيضا مشاركة. لماذا تم استهداف النجوم المنتخب أنه يتواجد في مثل هذه الأمسية؟ والله يا كابتن أنتوا لكم كل الحب والتقدير، وبطولات اللي قدمتوها وأعمالكم اللي قدمتوها تاج فوق الرأس، فإذا ما تذكرناكم في مثل هذه المحافل وأنكم تكونوا قدوة لطلابكم أو للمعلمين اللي هم قادوا هذا الدوري فمعناته ما أعطيناكم حقكم. جميل جميل. يعني الشيء أيضا اللي لما يكون حاضر في مثل هذه المناسبات تغيب الرسميات أحيانا. صحيح. يعني في جو الدراسة وجو العمل أحيانا تكون ربما الرسمية حاضرة، لكن في جو الترفيهي ربما أيضا ينقل الجو الترفيهي إلى جو العمل، وبيكون التعاون أكبر من بالنسبة لانعكاسات هذا المناسبات. وهو الحمد لله بس الآن لو نلاحظ في فترة الإعداد لها أصبح هناك نوع من الترابط ما بين المعلمين بالنسبة للمدارس المختلفة. أيضا لو لاحظت أنت في الافتتاح كان في طاقم تصوير، معظم الطاقم كلهم من الطلبة، وهذا دليل على
يعني انتمامهم واهتمامهم بهذا الدوري. والأهداف كثيرة لهذا الدوري، مهما عددنا من هذه الأهداف اللي احنا نأمل ان نحققها ما بنحصيها لله الحمد والمنه. وكل الشكر والتقدير الحقيقة للجنة المنظمة، طبعا هذه الفكرة كانت من إعداد الأستاذ أيمن الرقادي وطاقم العمل معه أستاذ سعيد الحنشي، أستاذ جابر مشيفري، كل الشكر صحيح حقيقة لهم، كل الشكر والتقدير. ورئيس اللجنة طبعا أستاذ خالد الرحبي، وجميع الحقيقة جميع المعلمين اللي نظموا، وأنا يعني مهما أقول من كلام ما أوفيهم حقهم في التنظيم. نعم، اللجنة المنظمة انتقيتوا المدرسين اللي شاركوا معكم أو من حكم تجارب مختلفة سابقا؟ من حكم تجارب طبعا، شفنا ما شاء الله تنظيم رائع جميل، يعني والله معظم الصورة نقدر نقول شبه احترافية. صحيح صحيح، معظم المعلمين وسواء كان طلاب كان لهم طبعا تجارب بالنسبة لاحتفالات للمدرسة وفعاليات كانت تقيمها المدرسة، فتم اختيارهم على ضوء هذه الأعمال. ودائما الحمد لله الشباب العماني عندما تعطيه الثقة يؤدي مثل ما تعطيه قوة أكثر إن شاء الله. صحيح، تستمر الجهود هذه؟ أكيد تستمر، لأنه أنت ممكن ربما البعض ممكن يتوقف إلى نقطة معينة، ربما يجد صعوبة، ربما يجد أيضا صعوبة الإمكانيات ومختلف الأشياء الأخرى، لكن الهدف أنك توصل لهدف معين أكيد أنك ما عندك نقطة نهاية، وإنما تمتد هذه الخطوات إلى قادم أفضل. أكيد أكيد، حتى هو كانت الفكرة أن هذا المسمى إحنا نسجله وإنه يكون دور فعال بأنه يكون يستمر لأكثر من دورة ويكون هذا العمل باقي إن شاء الله بجهود الشباب. إذن هي نسخة أولى ونسخ قادمة إن شاء الله، نتأمل أنها نستمر وندلل العقبات باستمرارها إن شاء الله. نعم، شفنا كثير من الطلبة متفاعلين أمس مع الحدث. هي طبعا قلنا لكم ترى هي معشوقة الجماهير. صحيح، فأكيد أن في تفاعل الحمد لله من الطلاب. نعم، إيش نشاطكم القادم بإذن الله؟ والله النشاطات القادمة تبقى سرية في النسبة لنا حتى يعني. وقتها يعني حتى وقتها، ولكن دائما ما توعدكم مدرسة أحمد بن نعمان بالجديد في كل مرة إن شاء الله. نعم، حنا نتمنى لكم التوفيق، وسعيدين أن أيضا نكون متواجدين معكم بأمسية الأمس، وأكيد أن أيضا سعيدين سعيدين بهذا النشاط الجميل المثري بكل أمانة، يعني من خلال التفاعل ومن خلال أيضا التواجد ومن خلال أيضا شاهدنا كثير أنكم استقطبتوا أيضا الإعلام، كان موجود الصحف كانت موجودة حاضرة في هذه المناسبة. هي الحمد لله، طبعا أنت تعرف أن حدث الحمد لله يعني حدث الأول من نوعه بالنسبة لشجع مدرستك، أيضا حدث مهم، فلابد أن يكون له التغطية اللي تتناسق أو تتوافق مع هذا الحدث وأهميته. نعم، المسؤولين بمجمع سلطان قابوس الرياض أيضا كانوا متعاونين معكم. كل الشكر صحيح، كل الشكر والتقدير لهم. نعم، الحمد لله تعاونوا معنا تعاون كثير، الحمد لله رب العالمين. أتمنى لكم التوفيق بإذن الله. أخوي محمد بن سعيد الدوشي نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة شجع مدرستك، وكل طاقم اللجنة المنظمة. المنظمة أكيد، كل الشكر. الله يسعدكم إن شاء الله، والله يوفقكم لخدمة هذا الوطن ورياضة هذا الوطن. بارك الله فيك، جزاك الله خير. شاكرين، وأتوقع أن وقتنا أيضا سيد محمد خلصنا بالنسبة للحدث، وربما أيضا أكيد التفاصيل الأخرى المختلفة راح تكون حاضرة بالنسبة لبرنامج الحدث، وشاكر أيضا كرم المتابعة، شكرا لطاقم الحدث بكل التفاصيل بكل الحب، نلتقي إن شاء الله مجددا بحلقة قادمة بإذن الله، ودائما الإثارة حاضرة بالنسبة للحدث وكل التفاصيل المحلية المختلفة سواء المحلية الخليجية العربية وحتى العالمية، لكن اليوم كان تركيزنا بشكل كبير للأخبار المحلية اللي دائما تتصدر عناوين هذا البرنامج. ملتقانا إن شاء الله في الحلقات القادمة، إلى اللقاء.